رحلات دينية ولا رحلات تانية؟ يعني فتور شغالة مثلا شركات مصانع. ده ماشي ماشي. جمعوا لي تلاتيس تمن 600,000 جنيه هو يجيبه، والمجر يعني والربح شهريا 50,000 جنيه بدون خسائر. يعني هو في 600,000 بيعمل ربح في الشهر 50,000 أو 25,000 بدون خسائر. ده كمان ده مش حقكم، ده ممكن كمان ده في حاجات تانية بس بخليها للبنزين والكلام ده. هل هذا جائز؟ والاوتوبيس بكام؟ الاوتوبيس ب 600,000 و750,000. يعني الربح في السنه في الشهر يا استاذ، اسمعني بس خليك معايا، يعني الربح في السنه 650,000 جنيه، يعني الربح تام الاوتوبيس. على فكره لا اسمعني، هو الطمع اساس المشاكل. افترستك يوم طمعت. انت بتتكلم ازاي يا ابن الحلال؟ قلق وابو القلق وجدي القلق وعيله القلق كمان. يعني ارباح كام؟ ارباح 99% ولا تيجي انتخابات؟ لا لا كان ده كلام مش داخل الدماغ. اولا ده عرفيا واقعيا مش داخل الدماغ. وفي جماعه جمعوا واداهم اول شهر، يعني اداهم لسه اول شهر. انت عارف قصه حل الجوحه؟ عارف القصه بتاع حل الجوحه؟ اقولها لكم مره تانية عشان فهو عرفيا واقعيا كم ده ما ينفعش، وشرعا لا يجوز ان احنا نثبت ربح على مال، لان دي تعتبر تجاره والتجاره بتطلع وبتنزل وفيها ربح وفيها خساره، الا في حاله واحده ان هو يقول لك انا هديك شيء شهري ثابت لغايه نهايه السنه الماليه نعمل جرد، والله لو لك اديك ولو عليك اخد منك. لكن جرد ايه؟ جرد ايه؟ الكلام ده كلام في الراجل ده اللي بهذه الصوره لو عمل شركه توظيف الاموال انترناشونال يعني هيبقى عالميه، ده ممكن ده يتخطف، يبقى ده خطر الامن القومي.